مصطفى، انا برضو مش، انا مش عايزه احصر الموضوع في قصه الحوت الازرق لانه اتكلمنا فيها كتير، لكن زي الحوت الازرق في حاجات كتيره، في العاب كتيره، في حاجات وانت قلت جمله انه الانترنت فيها شر كتير، ازاي نحمي ولادنا من الشر ده؟ متهيألي اول حاجه او المتاح ان احنا نفهم الجيل ده، ان احنا نفهم الجيل اللي هو يطلق على اسمه الجينيريشن زي، ده الجيل اللي اتولد ما بعد الالفيه او اللي اتولد كمان شويه يعني من سنه 95. الجيل دوت جيل له خصوصيته، يختلف تماما عن كل الاجيال البشريه اللي سبقته، جيلي وجيل والدي وجيل جدي، لانه دوت اتولد والتكنولوجيا في ايديه، وبالتالي اصبحت التكنولوجيا هي حياته، فمواصفات تفكيره وقناعاته واهتماماته ووسائل التواصل واللغه بتاعته تختلف تماما. والعالم كله، ما بتكلمش على بس على مصر، العالم كله بيحاول انه يدرسهم ويفهمهم، وفكينا بعض الالغاز عنهم وفي لسه الغاز ما عرفناش. الحاجه الاساسيه اجابه على سؤالك هو ان انا افهمهم وخاطبهم بلغاتهم بجزء تربوي، بجزء توعوي، وما افتكرش ان الكلام، لان دايما بتواجهنا دايما مع العيال ان انا بكلمه وهو بيسمعش، الكلام بيخش من هنا بيطلع من هنا، بس بيترسخ بيتن له تأثير في حالات معينة، هيئب في وقت الخطورة هيظهر، فما نفقدش الامل خالص ومتننا بنحاول معاهم. اظن ان انت مدينا جراف عن الجينيريشنز وتقسيم الاجيال، لو يكون معانا يا شباب التقسيمه دي بنتكلم، ده الجراف ولا اللي عايز اللي قبليه؟ لا الجراف الثاني ده الجادجت. لو الجراف الثاني يا شباب لو سمحتوا. يعني سريعا كده اهوت، احنا عندنا في جيل جينيريشن زي، قبل الجينيريشن زي في جينيريشن واي او اللي بيسموهم الميلينيال، واللي قبليه اللي هو الجيل بتاعي انا جينيريشن اكس. انا بقى هعتبر نفسي من جينيريشن ايه يا مصطفى؟ من مصطفى صديق مصطفى صديقي من الجامعه، فبالتالي احنا سوا في جينيريشن اكس للاسف. جينيريشن اكس ديت هي لها مميزات خطيره جدا، ان هم كانوا بيسمعوا كلام اهاليهم بشكل جيد جدا، كانوا مجتهدين. والله كنا بنسمع وبنسعى ان احنا ننجح واختراق اختراق كلام اهالينا ده كان محدود جدا، شبه مستحيل، شبه مستحيل. والله العظيم وكملنا كل تعليمنا وثقافتنا وبنينا شخصياتنا بدون التكنولوجيا، كنا بنعتمد فقط على القناه الاولى والقناه الثانيه، شويه مطبوعات والمكتبه ومواعيد ثابته، وكلنا بنتعرض لثقافة قريبة جدا من بعض، لغاية لما دخلت الانترنت. لما دخلت الانترنت عملت جينيريشن الميلينيال اللي هم ولادنا بقى، ولادنا اللي هم النهاردة بتكلم على في العشرينات، في العشرينات لغاية اوائل الثلاثينات، دول في جزء من تعليمهم تعرض للانترنت، وبالتالي هو لمس مع القديم اللي هو احنا واخد جزء من ثقافتنا، وبعدين لمس مع الانترنت فتاثر بيها بشكل كبير، وحصل في الجينيريشن دوت حصل فيه فجوه، ان في ناس راحت قوي لاهاليها فبقت هو جينيريشن قريب لينا، وفي راح لناحيه الجينيريشن زي، واحنا كاهالي جينيريشن اكس في مننا بيسمونا بيرينيال، ان احنا بنقلد الميلينيال عشان نقرب ليهم فناخد جزء من ثقافتهم. وده الجديد جدا، ان تاثير الجينيريشنز ما عادش الجينيريشن القديم بيؤثر في الجديد، ده العكس بقى، جينيريشن الجديد وبالذات بقى في الجينيريشن زي اللي طالع جديد ده. انا بتقول ان احنا ديناصورات منقرضه. عندي احساس ان احنا بجد الى حد كبير، لان هم بالنسبه لهم التكنولوجيا حياه، مش طول، مش طول، لا هي حياته احنا بالنسبه لنا دي طول، احنا بالنسبه لنا ادوات.